مساء الخير. إكمالا للتشيس تور، الجراند تشيس تور، هذه الجولة الخامسة النهائية من اليوم. طبعا الجولات الثانية والثالثة والرابعة ظهر فيها أقيام جميلة، لكن الاختصار راح نستعرض معكم أول فوز لهيكارو ناكامورا على ماغنس كارلسن في الرابد على ما أذكر، لأني أتصور أن ناكامورا ما عمر فاز على كارلسن في جيم رابد إلا إذا ظهر في الأركايف، ما أذكر، صححوني إذا أنا غلطان. اليوم هيكارو كان معاه القطع البيضاء ولعب سي 4 ضد اي 6 دي 5، بيشب بي 4 كوين اي 4، طبعا ما هي ساوند، نايت سي 6 يحمي البيشب، يسكر على التشيك اي 3 كاسلز، كوين سي 2 روكي 8، بيشب دي 2 اي 5 من ماغنس، طبعا افضل من اي 5 هي اي 6 او حتى بي 6، طلع الفيل يضرب على سي 4 عفوا او حتى اتش 6، لكن اي 5 ما هي سيئة. سي اي تيكس دي 5 عفوا، دي تيكس اي 5، نايت تيكس اي 5، سي تيكس دي 5، نايت تيكس اف 3، جي تيكس اف 3، وهنا اللاين طبعا معروف. ماغنس عنده 25 دقيقة مرتاح في الجيم، التفريعة معروفة ما تحتاج يعني تحليل، بالتذكر ما بعد طلعنا من اللاين الخطوة الجديدة او عفوا الخطوة القادمة هي بيشوب تيك سي 3، لكن للأسف ماغنس عمل بلندر خطير، أخطأ يعني خطأ رهيب جدا، ما يمكن ما يسويه إلا لاعب مبتدئ، يمكن غفل عنها بعد التعب، لأنه لعب 4 أدوار رابد ولعب بطولة قبل أسبوع برضو، لكن بدل من بيشوب تيك سي 3 هذه الخطوة رقم 11 أخذ على دي 5، وهنا يعني الكينج محمي بالبيشوب، النايت يقدر ياخذ، وهنا نايت تيكس دي 5، كوين تيكس دي 5، بيشوب تيكس بي 4، ناكامورا متقدم بقطعة، هنا بعد كوين تيكس اف 3 روك جي 1، بيشوب اف 5 يهاجم الوزير، كوين اي 2، كوين اي 4 يحاول يطول الجيم، بيشوب سي 3، بيشوب جي 6، بعد كوين سي 4 يهدد سي 7، ماغنس استقال، هيكارو فاز في 17 خطوة على ماغنس، في اعتقادي انه اول فوز لهيكارو، رغم ان هيكارو يعني يعتبر مصنف الثاني على العالم تقريبا في كل الازمان، أزمان الشطرنج يعني الرابد والبلتس والكلاسيك، لكن وخصم يعني لدود الماغنس، لكنه لم يستطيع الفوز على ماغنس طوال تاريخه إلا اليوم، خصوصا بعد الفيديو اللي أنا نزلته بعنوان ماغنس جنن ناكامورا، أعتقد أني أعطيته عين. أشوفكم على خير، في أمان الله.